لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا بولاتي يا ابنة رسول الله يا فاطمة الزهراء. صلى الله عليك يا أم الحسن والحسين أيتها المظلومة المقهورة، يا رحمة الله الواسعة وباب الرحمة وأبا الأئمة وسفينة النجاة. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. سير الحقد أهله للدار لينالوا من عصبة الأطهار. كل فرد أتى بشعلة نار هي قربانه لورد النار. والذي يتبع الضغائن دهرا لا يبالي بغضبة الجبار. أحرق الباب والبتولة تشكو حالها للإله والكرار. يا إلهي يا إلهي، ألست من قيل فيها إن إرضاها رضا الجبار. أذى المصطفى أذاها وحب المصطفى حبها، وحب الجبار. واستدارت إلى علي تنادي، دخلوا الدار هتك الدار يا فتى ذي الفقار. أولست المدال أولست الثار المطالب مني، فأغثني يا فأغثني من سطوة الكفار. لكن قبل أن تكمل الحديث أتتها نسعة الصوت، فانثنت للجدار.
تمسك الخنصر المصاب وتدعو فضة أحضري إلي حجابي فهو المحسن الشهيد فهو المحسن الشهيد وأبقى نزفه أم الشهيد رهن الدواري غدت تصرخ يا فضة صدري نعاب غدت تصرخ يا فضة صدري نعاب وحملي وقع من بعتبة الباب اجات فضة ولفتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم اي والله يسال من الصدر وضلع يا حدايا افاقت واذا بها في حجر فضه اين علي واذا بفضه باكيه عظم الله لك الأجر سيدتي لقد أخذ ملبب بحمائل سيفا نادت إذا ناوليني مقنعتي وخرجت تنادي خل ابن عمي أولاك شبوا بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني لا تلومني لها أجت أحزاني يا سلمى جنك ما تدري بالذي عملت العدوى مني خذوا حقي ولا راع الوصية واجمعوا علي داري وساتر ما علي والمرتضى جالي سعبرات جرية ينظر بعين بابنا وجه النير لا تلومني ضلع الكسار بالباب قو ما قصروا بنا عدمين الامروا جنك ما تدري هالعبيد بياس سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة جسم انتحل من ضربة المسمار صدري واللطمة عيوني وداح الباب يد وكل ما جرت نكبة علي ازداد صب وقضمت غايضي والقلب فايض بالأحزان لكن بس عاينة حيدر ملبب قايدينا واسمعت شبل الحسن يندب راح حبونا غصب علي طلعت خوفي يذبحونا وتتيتم اولادي عقب فارس الفرسه وظليت ادافعهم وظنت يرحموني وما لو علي بالصوت وظلوا يضربوني
والله يا سلمان الضرب والرم وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب فاطمة: أي شيء خير للمرأة؟ فقالت: صلوات الله وسلامه عليها ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فقال صلوات الله وسلامه علي: ذرية بعضها من بعض. لتعجيل فرج قائم آل بيت محمد وقضاء الحوائج ونزول البركات، أطر المجالس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. إن الحديث عن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام لهو متسع ومتشعب باعتبار أنها عظيمة ولا يعرفها إلا عظيم مثلها، وكما قيل: إن العظيم لا يعرفه إلا عظيم. ففاطمة الزهراء من هذا المنطلق إنها عظيمة، ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان يتحدث في بعض جوانب فاطمة. من تلك الجوانب التي هي في شخصية فاطمة وتمثل عظمة هي أنها عالمة، كما في الزيارة الواردة عن لسان المعصوم حينما وقف على قبرها أو حينما زارها يقول: السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. ولذا كما في الرواية عن سيدنا ومولانا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون. الأئمة علماء، أئمة أهل البيت، بضميمة الرواية الواردة عن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: نحن حجة الله على الخلق، وفاطمة حجة الله علينا. فاطمة حجة الله علينا. إذن ما يثبت للأئمة يثبت لفاطمة عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول المجلسي الأول في شرحه على لهذه الرواية يقول: مفهمون، يعني فهمهم رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن وتأويله وتفسيره وكل شيء، ومحدثون يعني يحدثهم الملك. لهذا فاطمة أيضا محدثة وعليمة. ننظر إليها من زاوية العلم، فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام كانت عالمة ومحبة للعلم، ولهذا هذه الرواية الواردة أن النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى فاطمة وكانت تريد النوم كما هو المعروف. هناك مقدمة طبعا مطوية في الرواية أنه جاء إليه وهي متهيئة للنوم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله يطرق الباب ويقف متأدبا، تقوم إليه فاطمة تفتح الباب تسلم عليه تقبله إلى آخره. شاهد قال لها: يا فاطمة لا تنامي إلا وقد صنعت أربعة. فقالت له: وما هي يا رسول الله؟ قال لها: أن تختم القرآن قبل أن تنامي، تختم القرآن وتحجي وتعتمري وتجعل الأنبياء شفعاءك وأن ترضي المؤمنين من نفسك. قال هذه الكلمات ومضى النبي صلى الله عليه وآله إلى محرابه قائما قاعدا راكعا ساجدا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذه عبادة رسول الله
صلى الله عليه وآله. شاهدي أن تقول الرواية عن فاطمة تقول فطار النوم من عيني. بعد لفاطمة نوم، لماذا؟ لأنه هناك مساس بالعلم وفائدة من العلم ومسألة علمية، لا تريد فاطمة أن تجتاز هذه اللحظة من دون استفادة. والحال إن تلتفت على أن هذا الحديث الدائر كان قبيل نومها، يعني الإنسان عادة لما أن يأتي للنوم هذا يأتي على يعني في حين التعب، ها، وهو منهك من جراء ذلك العمل اليومي، زين، يريد الاسترخاء والراحة. الآن بعد مثلا تنتابه مسألة علمية أو كذا أو إشكال، حتى أهل العلم يدعوها اليوم الآخر. بينما فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تقول طار النوم من عيني. فلما أن انفتل النبي، موصى مو دقيقة دقيقتين أو 10 أو 20، ها، النبي كيف يقوم الليل، ها، ربما يأخذ أكثر الليل. تقول فجئت إليه فقلت يا أبا إنك أمرتني بأربعة لا أستطيع القيام بمثلها أو في هذا الوقت بمثلها. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله فقال لها يا فاطمة إذا قرأت سورة التوحيد 3 مرات، أي قل هو الله أحد، فكأنما ختمت القرآن. إذا تقرأين قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما ختمت القرآن. وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فكأنما حججت واعتمرت. وإذا استغفرت للمؤمنين والمؤمنات رضوا كلهم عنك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وإذا صليت علي وعلى الأنبياء من قبلي كنا شفعاءك يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. من هذا المعلم، وهي معلم العلم في شخصية فاطمة، ننطلق إلى مبدأ العفة. هذا السؤال الذي خرج من النبي صلى الله عليه وآله يسأل بذلك فاطمة، أي شيء خير للمرأة؟ فقالت فاطمة الزهراء، طبعا من منطلق العلم ولا شك بأن النبي يعرف بأن فاطمة تجيبه وهي عالمة، وليكن في علمك أيضا بأن هذه الرواية المعروفة القائلة فاطمة بضعة مني، هذه مشهورة عن أن النبي صلى الله عليه وآله قالها في حق فاطمة. في كثير من مواردها وردت في العلم، يعني بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وآله علم فاطمة يقول فاطمة بضعة مني. لهذا هناك سؤال من رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين عامة، أي شيء أو متى تكون المرأة أدنى من ربها، يعني حينما تكون ملتصقة بربها مو بعيدة عن الله. فسكت المسلمون، فبلغ ذلك فاطمة الزهراء، يعني فاطمة بلغ هذا السؤال ولم يجبه المسلمون. يبقى أنه كيف وصلها السؤال والحال أنها في بيتها، زين؟ فهناك عدة افتراضات. الافتراض الأول أنها كانت في بيتها والبيت في المسجد، لأنه سد الأبواب، ها، إلا باب، سد كل أبواب المسلمين اللي فتحوا على المسجد إلا باب أمير المؤمنين، يعني بيت فاطمة، فكانت فاطمة تسمع. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن علي بن أبي طالب هو الذي أوصل السؤال إلى من؟ إلى فاطمة. لكن يبقى هذا الإشكال، لماذا علي لم يجيب؟ وقع أن المسلمين لم يجيبوا، علي لم يجيب، زين؟ فهناك افتراضات. افتراض الأول أن علي لم يكن موجود. 2، أو علي كان موجود وما أراد هو أن يجيب، وهذا موجود في المحاورات والعرف في المجالس العرفية موجودة، ها؟ يعني هناك أحيانا السائل أو الأستاذ يسأل ويعرف أن هناك تلميذ من التلاميذ، افترض هذا دون باها وأنه مثلا يجيب، لكن ما يريد منه، لا ما أريد منه، أريد من الباقين، ها؟
أمير المؤمنين يريد أن يري المسلمين عظمة فاطمة وعلم فاطمة. ها؟ فالشاهد لما أن بلغ فاطمة ذلك أجابت رسول الله: أدنى ما تكون المرأة من ربها حينما تلزم قعر دارها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. بضعة يعني جوز، بضعة يعني جوز. هذه الرواية التي صدرنا بها المجلس الشريف يسألها رسول الله صلى الله عليه وآله: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: لا ترى رجلا ولا رجل يراها. طبعا هذه الكلمات من فاطمة توقفنا، توقفنا على ماذا؟ مو قضية الحجاب فقط، هي مو مسألة الحجاب. لا شك لما نقرأ القرآن الكريم والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، في الواقع تريد أن تؤسس ثقافة يجب اتباعها. ما هي؟ وهي ثقافة الوقاية. ثقافة الوقاية كيف؟ إنجيل القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: ولا تقربوا الزنا. لاحظ القرب له عدة مصاريف، مو زنا، هناك زنا وهناك قرب للزنا. القرآن الكريم يقول: ولا تقربوا الزنا. فمن هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني إلى وقاية، هذا الأمر الوقائي الذي اتخذه الإسلام، وهي ثقافة العفة. ثقافة العفة بمعنى أنه أتقي هذه التي من ضمنها مقدمات يجب علي ماذا؟ يعني الالتفات إليها. لهذا يعني أكو رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أفضل العبادة عن أمير المؤمنين كان يقول: أفضل العبادة العفاف. شو العفاف؟ العفاف هالوقاية، أن الإنسان يعف. شو يعف؟ مو يعف فرجه عن حلال أو عن حرام، الأخوب يجب عليه. يقول أفضل العبادة أنه يعف، ها؟ لا، يعف حينما يبتعد عن أمر مباح. هذا الأمر المباح الذي حينما يرتطم به الإنسان أو حينما يزاوله الإنسان ربما يرده إلى وين؟ يوصله إلى الحرام. من هنا عفة الفرج تتمثل في عدة أمور: الوقاية من خلال النظرة، الوقاية من خلال الكلام، الوقاية من خلال الريح. ولهذا تجد بأنه القرآن الكريم يقول: ولا تقربوا الزنا. حتى نجتنب الزنا نجتنب مقدماته، وهذا هو العفاف بعينه. لاحظ، نجتنب ماذا؟ نجتنب مقدماته. يعني لا أندعني قضية العفة الفرج، عفة البطن أيضا. ما عبد الله بشيء كما عن سيدنا مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أفضل من عبادة بطن وفرج. إذن عبادة البطن أو عفة البطن كيف؟ هي مو قضية تقول لي والله لا تشرب الخمر، لا تأكل خنزير، لا تأكل كذا، خو هذا حرام. لكن هناك أسلوب وقائي. أسلوب وقائي ما هو؟ هاي العفة، بمعنى أنه أتقي تلك الأمور التي تقدمني لأكل الحرام. ها؟ لهذا موجود أنه في حلالها حرام، ها؟ في حلالها أو في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب، وفي الشبهات. ولهذا في الدعاء: اللهم حرم بطوننا من الحرام. الحرام بس؟ لا، الشبهة. هاي اللقمة التي ما معروف مصدرها، ها؟ هاي ما معروف مصدرها. ما أقول أكو بعض الأحيان قد تكون أمارة على حليتها وذكاتها، قد تكون أمارة لذكاتها وحليتها، أمارة على التذكي كما يقول الفقهاء. مو بالضرورة نقول بأنه هذا حرام، لا، ولكن كلما اتقاها الإنسان كان أفضل إليه. هاي الثقافة، ها؟ هاي الثقافة. من هنا موارد العفة، عفة الفرج منها النظرة والكلام والريح. من تطيبت لغير زوجها لعنتها ملائكة السماء. هي مقدمة للحرام، هذه كلها مقدمة. الرواية عن عيسى بن مريم
عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن موسى نهاكم عن الزنا وأنا أنهاكم عن أن تحدثوا أنفسكم بالزنا. شوف هاي مقدمات الزنا من ضمنها الحديث، الحديث بالزنا. موسى نهاكم عن الزنا، هذا أمر متفق عليه ولا غبار عليه بأنه يجب على الإنسان أن يجتنب الزنا، ولكن أنا لا أقول أنهاكم عن أن تحدثوا أنفسكم بالزنا. ليش؟ قال فإنه من حدث نفسه بالزنا كمن أوقد في بيت مزوق، أفسد يعني فأفسد الدخان التزاويق. لاحظ مكان مرتب، ها ما هي هذا يأخذ دخانا أو يشعل نارا في هذا المكان، وش يصير؟ ما يحترق المكان، ولكن الدخان يعلو حتى يلوث الجدران ويلوث إيش مثلا هاي السقف وكذا، فماذا يتلوث المكان نتيجة إيش؟ نتيجة هذا الدخان، وقد يكون المكان محترق. هذه أيضا من هنا الإنسان لابد أن يجنب نفسه هاي الحرام، بماذا؟ حينما يجتنب تلك المقدمات، وهذا أسلوب وقائي الآن موجود حتى يعني في وزارة الأشغال والكهرباء والماء والآخرة، يعني هذا موجود الآن في الطرقات، أنه محطة الكهرباء وكذا يقول اجتنب كذا متر، هو مو المراد به أنه هذه منطقة محظورة، لا، المكان المحظور هو مصدر الكهرباء، هذا المكان، هذا القوة، هذه هي الخطر، الخطرة، وهذه التي تؤذي الإنسان. لكن حتى يجتنبها لابد أن يعد العدة ويتقيها بمراتب أو بمسافة، ولهذا يقول لك هنا ابتعد عن هاي المنطقة محظورة. هاي المنطقة المحظورة على أساس أنه فيها خطر؟ لا لا، ما موجود بها خطر، لكن عقب ما تتعمق كذا متر تقع في الخطر، فهنا يجب عليك الحذر، الحذر من الرائحة. من تطيبت لزوجها فقد لعنتها ملائكة السماء، من تطيبت لغير زوجها لعنتها ملائكة السماء، تلعنه ملائكة السماء. وهذه أحد المقدمات. دخل ابن أم مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مع فاطمة الزهراء جالسا، دخل ابن أم مكتوم. هذا الرجل طبعا كان مكفوف البصر يعني أعمى. فاطمة الزهراء خرجت من عنده. بعد ذلك هذا لما أن انتهى الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وآله خرج، فدخلت فاطمة الزهراء من بعده. التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها يا فاطمة لم خرجتي وهو أعمى؟ شوف وين رسول الله يريد أن يبين المحذور، وين هو؟ مو المحذور فقط الرؤيا، يعني الحجاب، يعني بناك أنه الحجاب هو المرأة تتحجب، تتحجب عشلون يعني بحيث تسدل الستر والغطاء على رأسها على بدنها، هذا نحو من الحجاب، هذا نحو من الحجاب. أيضا هناك أمور ينبغي الالتفات إليها، وأن تتحجب أيضا، يعني حجاب معنى عازل، كلمته من وراء حجاب يعني وراء جدار، من وراء عازل. الحجاب هو فقط أن تضع شيء ساتر على بدنها. هذا النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين للمسلمين من خلال حديثه مع فاطمة لم خرجت عنه وهو أعمى؟ فقالت يا رسول الله إن كان هو أعمى، شوف الحجاب، إن كان هو أعمى فإنه ليسمع الصوت ويشم الريح، يسمع الصوت ويشم الريح. الصوت مثل ما يقول الشاعر، يقول أذني فتاة الحي عاشقة، أذني فتاة الحي عاشقة، والعين والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فقط بمجرد أنه يسمع هذا، ومن هنا الفقهاء أعطوا ضوابط شرعية للحديث وللكلام،
الآن ما بين الجنسين الكلام، قال لابد يكون يخضع لضوابط، خصوصا الآن احنا مبتلون يعني في المستشفيات، في الدوائر الحكومية، في المؤسسات، الموظفة مرأة وصاحب المعاملة رجل، والشكل الطبيب والمريض امرأة، وبالعكس قد تكون طبيبة والمريض رجل، فبالتالي هو مضطر للحديث معهم بغض النظر الآن قضية مقدار يعني هذا الاضطرار إيش، بس كيف ما كان موجود يعني هناك تعامل ما بين الذكر والأنثى في المؤسسات وغيرها، فهذا يضطرها أو يضطره لأن يتحدث. لغة الواصلة ما بينهم الكلام، هذا الكلام ما هو؟ أكو معايير الفقهاء وضعوا معيار أو معايير عدة. المعيار الأول أن يكون الكلام مباح، ما يكون كلام فيه ريبة وكذا، لابد أن يكون كلام مباح شرعي، سلام عليكم مثلا الأمر الكذائي كذا شكل، يكون الأمر مباح، يعني هذا الكلام لابد أن يكون مباحا، لا يكون كلاما في منافاة شرعية، لا تعرف أنت بعد سواء كان هذا الكلام معناه لا يجوز أو الكلمات نابية أو الكلمات لا تجوز مثلا، شيء آخر زين. أن يكون الكلام مباحا، اثنين المؤدى، المؤدى كيف المؤدى؟ الاسلوب، قد يكون الكلام مباح لكن ايش الاسلوب، له نمط خاص بحيث يجلب او يستهوي هذا السامع، يأثر به. يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ليش؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه تأثر، فلا تخضعن بالقول يعني لا توطي القول، مع العلم قد يكون الكلام مباح في هاي المؤسسة أو مثلا حين في تحاوره في مثلا في الطب أو كذا إلى آخر، قد يكون الكلام مباح ما بيشي شرعا، ما بيشي سلام عليكم ما بيشي، ولكن المؤدى، المؤدى مو طبيعي، يرقق أو هي ترقق الكلام أو هو يرقق الكلام بحيث يجلب المرأة، هذا ما يجوز. المؤدى لهذا فاطمة الزهراء عليه السلام تقول إن كان هو أعمى فإنه ليسمع الكلام ويشم الريح، وفي رواية أنه إذا كان هو أعمى فإني أبصر، فاطمة تقول أنا أبصر. وطبعا لا تتكلم الزهراء عليه السلام من خلال شخصيتها المعصومة، وإنما تتكلم من منظار الإنسان، هي مرأة وهي كيان، ها تقول إنه المرأة تتأثر. الآن مو جاي تتكلم في شخص الزهرة وإلا هي معصومة، وإنما هذا درس لباقي النساء. بعكسه لما أندخل ابن أم مكتوم نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده بعض زوجاته، هناك نساء للنبي وكنا جالسات، ادخل ابن أم مكتوم ينتظر رسول الله، ذولا يطلعون يقومون أبدا قاعدين ماخذين راحتهم. فقال لهما الرسول، فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تقومان؟ قالوا نقوم لماذا؟ هو أعمى، خلنا نأخذ راحتنا احنا. فقال لهن أو عمياوتان أنتما، هو الحجاب فقط انه الرجال ما يطلع المرأة، والمرأة شنو يجوز لها النظر من هنا؟ لابد من هذا السياج، وهو العفة الذي يمنع الإنسان من الارتطام في الحرام. على كل حال الحديث حول شخصية فاطمة يطول بنا المقام والكذا، ولا يمكننا أن نقف على هذه الشخصية لأنها عظيمة، وأن للإنسان أن يقف على حياة فاطمة وعظمة فاطمة، هذه المرأة التي يقول في حقها رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فاطمة روحي التي بين جنبي، هذه فاطمة. وكما قدمت إليك بأن النبي يقول بضعة من خلال هذه الأحاديث، أو يقول ذرية بعضها من بعض، لكن لا أعلم ماذا صنعت هذه الأمة بهذه البضعة الطاهرة،
كيف تعاملوا مع هذه البنت الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ها؟ هذه المرأة التي ما أن مضى رسول الله كانت تعزيتهم في بيتها أو جاءوا إلى بيتها، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائما وحنيني. ما أدري كيف صنع القوم. لهذا يأتي شعراء أهل البيت ويصفون تلك المصائب التي حلت على فاطمة. أجنين خر أم ذكر مبين، أجنين خر أم ذكر مبين، قد نعاه العرش والروح الأمين. أهو سبط ثالث أم مصحف مزقوا آياته وانحرفوا؟ أيها الأعراب مزقوا آياته وانحرفوا، أي جرم كان من هذا الجنين؟ بعد أصحيح أصحيح لطم الخد الطهور، أصحيح لطم الخد الطهور، وهو الصوت على الرأس الستور، فغدا الرأس من الضرب يدور، وهوت حين هوى منها الجنين. وابتولاه أصاب الصدر مسمار حديد، وابتولاه أصاب الصدر مسمار حديد، وابنة المختار ترنو بانكسار للوليد، فهوت من شدة الأعياء والنزف الشديد، ومن الحسرة إذ لاح لها موت الجنين. بينما فاطمة الزهراء لا تقوى القيام في ذول الحال مما صنع القوم اللئام، فأتاها الصوت فوق الرأس يهوي بانتقام، فأتى الصوت فوق الرأس يهوي بانتقام، فهوت حين هوى منها الجنين. بعد لطم الظالم عين العرش في عين البتول، لطم الظالم عين العرش في عين البتول، والرمى الخد فدار الراس من بنت الرسول، فهوت آفلة كالبر من قبل الأفول، لتعم الظلمة الكون ليتم الحسنة. سليم ابن قيس ما كان يعلم بما جرى على رسول الله أو بما جرى على فاطمة. أول ما يستقبل سلمان يقول إليه: سلمان، أصحيح دخلوا دار فاطمة؟ صحيح دخلوا دار فاطمة؟ وإذا بسلمان ألقى المسحات من عند يده وجلس على الأرض باكيا، يقول إليه: أتسألني صحيح دخلوا دار فاطمة؟ قل لي: هل كان عليها قناعها؟ قال: سليم.
قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكن لألاذت وراء الباب رعاية للصان والحجاب والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا بقيت بأبي وأمي طريحة الفراش منادة الروك تعرف يا شيعي فاطمة منذ أن مضى عنا رسول الله كانت جليسة داريا من شدة الضار كسرت أضلاعها ولطم خدها ما تتحرك بأبي وأمي ما تتحرك لهذا من حق الأم تريد أن تودع أولادها خصوصا تلك البنت أكبر بنات زينب موضع أسرارها موضع أسرار الأم البنت تريد أن تودعها وتضمها إلى صدرها صور شيعي فاطمة اللي تقدر تتحرك لولا أوالي يا بنتي والله مشتاق أضمك يا بعد عمري يا بنتي والله مشتاق أضمك يا بعد عمري لكن العدو الملعون بالعصر هشم صدري عذري ماثل قبالك يا بنتي وطالعي وعذري عن المسمار ما أقدر أسولف لك عن المسمار بعد واللي زيد آلامي بعد ما ضربني الخوة لمحت حسين وتمثل قبالي راس فوق اسمه وشفت ضلاعه تتكسر بشدة وينترك عريا غسل دمومه وجفانه يفصل السموم الحار وصية فاطمة إذا رأيت الحسين وهو يحمل الحمل الأخيرة والدعي قبل ما يبرز المظلوم قبلي قلبه نحرا قبل ما يبرز المظلوم قبلي قلبه نحرا لأن قلبه بالمثلث انزع من خرز ظهره وتالي الشمر يا بنتي بيتربع على صدر أين المنادي ينادي وفاطمة بعد هذا تبعث إلى أمير المؤمنين اجعلي قالت يا أبا الحسن لقد نعيت إلي نفسي ولا أشك إلا أنني لاحق بأبي رسول الله ساعة بعد ساعة في نفسي وصايا أحب أن أوصيك بها ثم أمرت أن يخرج من كان حاضرا أقبل إليها أمير المؤمنين وضمها إلى صدره كما يقول المؤرخون فبكى يا ساعة ثم قال لها أوصيني بما أحببتي شوف وصية فاطمة التفتت إلي يا أبا الحسن يا أبا الحسن ما عدتني كاذبة أو خائبة أو خالفتك منذ أن عاشرتني وإذا بالإمام بكى قال أنت أتقى وأبر وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي ولكن جددت علي مصيبتي برسول الله ثم قالت له يا أبا الحسن ألا بد للرجال من النساء تزوج من بعدي بابنة أختي أمامة تكون لأجل أولادي مثلي ثم قالت له يا أبا الحسن يا أبا الحسن اتخذ لي نعشا رأيت الملائكة صوروا لي صورتها ثم قالت له وخفني وغسلني وحلطني ببقايا حنوط والدي رسول الله صلى الله عليه وآله وادفني إذا نابت العيون وهدأت الأصوات ولا تدع أحدا من هؤلاء القوم يحضروا جنازتي
زايد عليك اليوم يا زهراء تلوجي بطلي ولين جذاب قلبي لا توني يم الحسن بطل الونين وجاوب شوفي أولادك بالبواج مذاوب قالت يا حادر فرقا بناك وداعت الله مسافرة عنك يا ابو حسن من المرض ما تشوف يا حدر سلام زوج عقب عيني يا ابو حسين بأمان وبس الله الله عقب عين بهليتا سكن خواطرها منشف مدمع العه ثم أمرته أن ينصرف بأولاده تقول أسماء أمرتها فاطمة أن تحضر لها ماء وتأتيها بأطهر ثيابها وأن تحضر إلي بقايا حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرتها أن تضعه تحت وسادتها ثم قالت لها بعد أن اغتسلت ولبست ثيابها يا أسماء إني أريد أن أصلي لله ركعات واجلسي خلف الباب فإن رأيتي صوتي قد انقطع صيحي باسمي فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني قد لحقت بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله تقول أسماء دخلت فاطمة حجرتها أغلقت الباب جلست خلف الباب وإني لأسمع صوت فاطمة قائمة قاعدة راكعة ساجدة ذاكرة ربها فبينما أنا كذلك وإذا بالصوت قد انقطع وحركتها قد هدأ أحس قلبي بالشعر فصحت بها فاطمة فلم تجبها سيدتي فاطمة فلم تجبها يا ابنة رسول الله يا ابنة خير من وطأ الحصى يا ابنة من رفع الركن بأطراف الرداء فلم تجبها ماكو جواب من فاطمة عند ذلك تحركت فتحت الباب وإذا بها وجدت فاطمة ملقاة في محرابها وقد أسدلت الثوب على بدنها فعند ذلك حركت الثوب وإذا بفاطمة فارقت روح والدنيا وفاطمة أين المنادي ينادي ومصيبتا دشت عليها والمدامع تهمل العين متى لقت وساب لليسرى بلي خرت تصيح شكارت ويا الحسن وحسين عنك نشدوني وانا مفتت تفاه للباب ردت والقلب يسعر وقيده تنتظر داح الباب وزاك وعض ولن للحسن لازم يمين حسين بيد ينشد عن الزهراء وشاف الحزن به قلها عن امنا خبرينا حالها شلون نامت تقلها قالها السماينة قالت عمل بين الدار يا سيد قالها وجذب حسرة على الزهراء الساد
لكن دش اليتامى للوديع عبد محمد وبس عاينوها خروا الصبطين بالحال وتعبروا واحد يمين وواحد شمال واما الشهيد حسين يندحى ونادي من نومتج قعدي يا مكسورة الضلع ومسحي دمع عيني تران عزيزك حسين ما كانت العادة عن أولادك تصدين جار الدار وتشمتت بين الأعاد بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله المطالبنا في حوائجنا ترد الشيطان عنا فرج عنا وعن جميع إخواننا المكروبين فك كل أسير رد كل غريب فرج عن كل مكروب آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع جماعتي الحاضرين فردا فردا فضهم في أنفسهم أليم ذرارين من يلوذ بهم وإلى موتى وموتى الجالس ومن مات عليما ولجميعا ثوابا فاتحة تسبقها الصلاة.